نبدأ هذه الفقرة من روسيا، حيث أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 135 وفاة جديدة و 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصبح الحصيلة الإجمالية 308705 إصابة و 2972 وفاة. هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حاجز 5 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 324 ألفا. للحديث على عن هذا الموضوع ينضم الينا من العاصمه الروسيه موسكو الدكتور علي اسماعيل، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور علي، مساء صباح الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. وبهذه الارقام التي ذكرتها منذ قليل، هل يمكن القول ان روسيا تجاوزت مرحله الذروه في هذا الوباء؟ طبعا من خلال الاجراءات الحكوميه المشدده، طبعا الاعداد الاسبوع الماضي كانت تتراوح بين 10500 الى 11000. طبعا امبارح كانت النسبه حوالي 9400، يمكن اليوم النسبه نزلت ل 8000. طبعا هذا يعني ان بدات هنالك العد التنازلي في عمليه انحسار المرض على الاراضي الروسيه نتيجه الاجراءات الصارمه التي اتخذتها الحكومه الروسيه، لكن لم يتغير حتى الان شيء في الاجراءات المتخذه للحجر الصحي والتباعد بين المواطنين من اجل التقليل من الاصابات في وباء كورونا. الذي يتابع ربما الارقام، ارقام الاصابات والوفيات حول العالم، يلاحظ ان هناك او ربما نستنتج دلالات معينه، من بينها ان روسيا تحتل المركز الثاني في اكبر الدول المصابه والتي يتفشى فيها المرض، زي ما حضرتك قلت كده، ب 300 الف او اكثر من 300 الف اصابه بفيروس كورونا، لكن مقارنه بالوفيات، الوفيات ربما تقترب من 3000 وفاه، وهي نسبه ضئيله تكاد تكون 1% من عدد الإصابات. إذا ما رأينا الولايات المتحدة والتي تسبقها في الترتيب وهي في المركز الأول، ربما نسبة الوفيات من عدد الإصابات 6%، والدولة التي تليها وهي البرازيل نسبة الوفيات من عدد الإصابات تتجاوز 6%. هل لهذه الأرقام دلالة برأيك؟ طبعا هناك دلالات كبيرة. في روسيا الاتحادية الإجراءات الحكومية هو عملية الكشف المبكر عن الإصابة. روسيا الاتحادية حتى يعني يوميا بحدود بين 150 ألف لحد 300 ألف كشف يعني كشف الحالة المرضية. نعم. طبعا الكشف عن الحالات المرضية قبل يساعد في عملية المعالجة والتخفيف من المعالجة، و أدى إلى نسبة ضئيلة في عدد الوفيات. طبعا هنالك كل مواطن في روسيا الاتحادية بإمكانه يراجع المراكز الطبية ويشري الفحوص اللازمة للكشف إن كان هنالك مصاب بمرض كورونا أو هذه الإجراءات الحكومية السريعة والضرورية والمبكرة أدت إلى الحد من حالات الوفاة بالنسبة للإصابات. نعم. يعني هذا ممكن نفسره بس هذه النقطة الأساسية، إنه الإجراءات الحكومية الكشف المبكر عن الحالة يساعد في عملية المعالجة والشفاء المريض قبل أن يعني تتدهور الحالة وتصل إلى مرحلة خطرة. نعم. إلى مرحلة. نعم. من بين أكثر التداعيات لما يتعلق بتفشي فيروس كورونا تداعيات الاقتصادية طبعا. روسيا ربما تأثرت بشكل كبير بهذه التداعيات بفيروس كورونا فيما يتعلق بتداعيات الاقتصادية، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها على سبيل المثال انحسار أسعار النفط وخلافه وتأثر الشركات الروسية النفطية تحديدا بما يتعلق بانحسار وانخفاض أسعار النفط في العالم. هيئة الإحصاءات الاتحادية بالأمس نشرت
أرقام أو توقعات للنمو الاقتصادي في روسيا، هي قالت أنه تباطأ إلى 1.6%، وربما كانت هناك تقديرات بأنه سوف يصل إلى 1.9%. هل ترى أن الدولة الروسية حاليا، أن روسيا الاتحادية قادرة على تجاوز هذه المحنة الاقتصادية بالتوازي مع محنة كورونا وبالتوازي مع الإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بمحنة كورونا أو بأزمة كورونا والتداعيات التي تسبب فيها؟ دخل الحكومة الروسية الميزانية الفيدرالية ليس متوقفا فقط على النفط، هنالك خطوط الغاز التي عبرت كل أوروبا والصين وكل بلدان العالم. نعم. هي ناحية، يعني النفط ما هو كان سابقا المادة الأساسية لعملية رفض الخزينة بالقطع النادرة. ثانيا، الحكومة الروسية أو الاتحادية لديها احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية تستطيع تجاوز هذه المحنة. الموضوع السادس أيضا أنه الشركات الكبيرة والمعامل الإنتاجية من بداية الأسبوع الماضي بدأت بالعمل والإنتاج والأعطاء، لذلك وإضافة إلى حزمة من الإجراءات الحكومية التي عبر عنها السيد الرئيس بوتين وفتح باب القروض الميسرة لكل الشركات الإنتاجية والقطاعات للإسراع في عملية الإنتاج ولإعادة الدوران في عجلة الإنتاج. لذلك ما تم اتخاذه في روسيا الاتحادية ومن إجراءات والتمويل المالي للشركات ومنعها من الإفلاس والسقوط وأعطاء رواتب للعمال، يعني كل العمال أخذ إجازة براتب وهو جالس في البيت، إضافة إلى الأموال الكبيرة التي تم ضخها في القطاع الصحي سواء إنشاء المستشفيات أو أعطاء رواتب إضافية للدكاترة والممرضين وكل من يعمل في هذا القطاع. والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها روسيا الاتحادية فيما يتعلق بتجاوز هذه المحنة، وربما العديد من يا دكتور، وربما العديد من دول العالم اتخذت إجراءات مشابهة للحد من تداعيات أزمة كورونا فيما يتعلق الجانب الاقتصادي تحديدا من هذه الأزمة والضغوط الاقتصادية التي تفرض تفرض قيودا كبيرة على الحياة العامة وعلى الاقتصاد تحديدا لعدم تفشي فيروس كورونا في كثير من دول العالم. الأرقام التي ذكرتها أنا كانت للربع الأول من هذا العام الجاري في روسيا.